زحام ايش؟ زحام شديد. نعم. فيكون امام الرجل امرأة. نعم. لا يستطيع السجود. ماذا يصنع؟ إذا كان أمامه امرأة وهو لا وهو يخشى على نفسه من انشغال قلبه فلينصرف يطلب مكان آخر. ولو كان جمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لخبتان، فكيف عاد إذا كان بحضرة هذه المرأة التي يفتتن بها؟ هذه من باب أولى. ولو فاتت الجمعة أيضا حتى لو فاتت يقضيها ظهرا. نعم. ولهذا لو فرض الإنسان أصيب مثلا بغائط وحاصره هذا الغائط دافع، فإنه يقضي حاجته ثم يذهب إلى الجمعة، إن أدرك فهذا مطلوب وإن لم يدرك لا شيء. الأجر إن شاء الله ثابت. الأجر ثابت، لأن من ترك العمل لعذر ولا سيما بعد الشروع فيه فإنه يكتب له أجره كاملا.